احنا مناضلين ومناضلات من المعارضة الوطنية هون من سابق الديمقراطية، معروفين قاعد اللي قالوا الحركة تلك هذه حين ساعة، ومن فم اللي انتمينا لاعب احزاب المعارضة. بينا هاك ما بينا باط عزته تالي المعارضة، بينا لا علنا شفنا على تسيير الوطن للأسف سيء. اللام كل مرحلة جات أشك أنه لا يتغير شيء، وعقب ما يخلق شيء تمو بنفس الوضعية. والله قام أمان الله ينزاد السوء، وهذا أنتم عايشين هون في كيفر مدينة قد كيفر، لعات ما هي كبار مدن موريتاني إلا بطلعت دي الثانية والله الثالثة موريتاني قد قاتوا دوركية الأولى مدن يا قير ذني وعمل للأسف ما هو قاعد بعض قاعد يسقي كيف لا مويها هاي بتوك أنا يسقو كيف، ومشاكل الأخرى اللي تعانوا منهم لا مشاكل موريتانية كاملة من عند الدراسة التمدرس مع الصحة ومع مشكلة المكيف قلت والكهرباء والحالة المعيشية كاملة ما ينقالكم فيها شيء. أخبار أنتم فيها هذا هو الدليل الأول اللي قد ينقاس عليه. يا كان الوضع يتحسن والله ما يتحسن، منين يعود ظروف المعيشية تنزاد سوء معنانا. على كل حال ما يقد ينقال على أنه لم تحسن، ونعرف مولي بألنا على مستوى الحكامة هذا مولي دائما ذا اللي نشوفه اللي قايم في الدولة ألا الفساد، خالقين وحدين متواليين مال الوطن ياسر ما شاء الله، معدلين ولا مالهم هما ويتقاسموها مع وحدين، وخاصة يعودوا يقولوا لهم هما ذوك الوجهاء التقليديين والله رعب القبائل والله شي كيف تاك، وحابسين الشعب ومخلينه في زر ولا هو قاعد يجبر قرعته وفي خيرات وطن. هذا مولي حد شافه على كل حال إلا أن كل النهار مزار وبشتين مولي قال الشعب معدلين له تفريقة من عند القبائل النين الشرائح والفئات والمكونات من كل واحدة منهم تشكل ما مضيق عليها ما هو الأخرى، وهذا معدل الله النظام يكانوا يستفاد من ذا كامل، وهذا انتم عايشين. هاي صوّل اللي بصفة ملخصة اللي واسانا نحن لا انتم لا معارضين النظام، وورك احنا بفترة لا ينجيب الانتخابات، تعرفوا انتم هون بكيف ظروف الانتخابات كاملة، خالقين وحدين دايرين حبس وتو دايرين احباس وتو ودايرين في الشعب يتم يزرق لهم دائما من عند عمد النواب مجالس جهوية اللي طراب، وذا كامل على كل حال ما قطر فيش يا غير لا يتم الشعب لا خالي وذاري ولا يتغير يا غير. هذا لعت المسؤولية في الدولة حتى المسؤولية في الشعب، هو الشعب مين يجرب رواية وقود من الزمن يا التو هو زاد مولي يتساءل انا احنا تواسانا لان كم الله بلادنا مين ما نغيروا احنا اللي نفوسنا ونعدلوا حاله اخرى ما هي هاي لان كم الله بالوضعيه، ولا لا يجينا حد من الخارج والله من بلاد اخرى لا يغير علينا وضعية موريتانيا، احنا مولي يالفنا نغيروها ونين ما نقوموا بها لان كم الله بحالتنا هاي. ودور واقف يجيكم مرشحين حقنهم ذا اللي فاتوا قلعوا منها مال الدولة لا يجيبوهم واللي يصبوها هون ورك يا غير بعض لا يوفال لا فترة النهار اللي خلق فيه الزرق لا يتبرمون واللي ما لا يطرع لكم شي، ولو لاسانا احنا نقولوا لحد فات جرب رواية يا لطوم مرة اخرى يلود الشيوخة واللي طالبين منكم توما منين تودوا لا تزرقوا لرقاج تصوتوني
لا عيالتكم تولدوا تقعدوا تحاسبوا سولوه واش واسع لا عادتوا زرتوا العمد عرفوا يقولكم هو اللي واسع شنو يعطي العود معدل انجازات انتم تراعوا فيهم وننتودوا ناخ بين مزيش جيهم يعطيكم مول نفس الشيء وسهل انت فوت خمس ايماء لكن اللي عدلت شنو والنواب في البرلمان اللي واحدين منهم قاع ما يطرحوا باط كرعيهم في البرلمان والاخرين يجوا مولي لا يجوا مولي دايرين كل الافام هم ما يتكلموا هذا يالكم انتم تموا تسالوهم ولا عاد حد لا يعود برلمان الا كان هو يستفاد ويتماشي تبرى محاني مولي حمله اخرى هذا الشعب ما عنده في فايده يالتو يالتو من كل حال ترشح وزرق له الشعب يالتو يسوى اللي فوت في الهاي المعمورية شي قضيت الزيت لكن اللي كنت مكلف فيه ش عدلت فيه هذا نين ما تعدموا تعدلوا لا يتموا انهم لا يستخدموكم ويتبرموا عنكم وهذا باب احنا ما هو موقفنا حتى اللي دخلنا البرلمان نساء اللي دخلنا البرلمان قائمين قايلين احنا اننا قائمين بدورنا بالبرلمان ونين نجيو ورك للشعب ما نجيو بالخديعة لا نجيو على ان ذات الناس جربتنا وعرفت حتى الناس اللي ما صوتتنا حد فات طلع نايب قال موريتاني من كامل ما هو الحد زرق لي والله حد ما زرق لي الناس كاملة سياني عندنا حد كامل عنده مشاكل بالجماهير نطرحوها ونسولوا الحكومة لكن اللي عدل ولا عاد فاشلة نقولوا انه فشلت ولا عاد خاسر شيء نقولوا انه خاسر ولا عندنا مطالب الجماهير لا يهتموا تطرحوها يا قرني نعود البرلمان لا أغلبية يا ساحقة مع الحزب الحاكم ولا يتم الا الوقت كيف اللي كنا واركم يتكلموا عنه وهذا طالبين منكم لانكم انتم اهل كيف هاي الدشره الكبيره العظيمه ما شاء الله انها هي اللي يالتها تعطي المثل ومتمنين لانكم انتم تعودوا لا تعودوا ذاك المثل الاول اللي له اسمه في موريتاني لانه لمستوى كيف لا يخلق فيه التغيير ان شاء الله ذيك المناسبة لا نقول لكم لان احنا باعتلاف سياسي مشكلين وما لوش ومسمينه باعتلاف امل موريتانيا شي من النواب في البرلمان ولا بعض البرلمانيين المحق انكم تسمعوا يتكلموا اصواتهم تسمعوهم في البرلمان باللي فهم شاب قالوا محمد الامين وسيدي مولود من الناس من غير البرلمانيين وفهم الاستاذ العيد والمحمد مبارك محامي ومعروف على مستوى البرلمان وفهم راه قالها كم بدادا كان وعاد قال له نائب عن نواذيب وقال له شام اسمع وانا هذه اللي قدامكم هذه هم اللي شكلوا ائتلاف ومع حزب سياسي ينقالوا الجبهه الجمهوريه للوحده والديمقراطيه وهذا هم اللي ماشيين في بلد وهاي الانتخابات يا غير هون مولي على مستكيب احنا عندنا ممثلين هون هاي الائتلاف عنده ممثلين هون المحلي وهذا جي المرة معدلين هما زاد تحالف آخر مع مجموعة سياسية مولية معروفة هون في الساحة اللي فيهم الزعيم برام داوي العبيد ومرشحين هون لكم وبعدين الحقيقة نعرفان عنهم من تصوتوا عليهم لا يعود الله هما شبه اللي لا يتجبروا في كيف وهما رشحين لكم هون على مستوى البلدية الطالب والجدو كان هون وقت يصلوا علينا وتعلبتوا ورفيقتنا هاي اختنا منتكم شوي منت بلال اللي تعرفوا هون كيف ومرشحين النيابيات واحد مولي من المناضلين الكبار اللي معروفين هون في ساحة كيف ينقال له انها هو الاحمد هذا من الناس اللي معروفه هون على مستوى الساحه السياسيه في كيف والمجلس الجهوي مرشحين الداه والشيخ هذا طالبين احنا منكم انكم
تزرقوا لهم تناصروهم وتطلعوا لهم لهذه المناصب، وان شاء الله ومانكم لا تتندموا فيه. وانا اليوم جايتكم الصا رافده حمله مولي خاصه حمله النيابيات على مستوى الوطني، هذا اللي قلنا لكم هون على مستوى المحلي، يا غير خالقين لوائح على مستوى الوطني، منهم اللائحه الوطنيه المختلطه اللي فيها النساء والرجال، ياخ مقدمين لها هذا النائب البرلماني اللي كنت وراك نتكلم عنه، ينقال له استاذ العيد والمحمد المبارك. وقبل ذيك اللائحه اللي لائحه النساء اللي انا متقدمه على راسيك اللائحه، ان شاء الله ولا تود معايا اختي هذه اللي جات معايا اللي ينقال لها ماما من تلبو منادله تبيبها معنا شباب النضالي، ماما هاي اللي يفيد معنا في اللائحه ان شاء الله. وعندنا صار لائحه الشباب على راسها واحد ينقال واحد من البقه معروف مولين قال له خالي محمد وجل، هذه مولين مترشحين باسمنا على مستوى الوطني وكل بلدي قد يصوت عليهم، وطالبين احنا منكم انتم على انكم تزرقوا علي اللوائح، وهاي البرلمانيين اللي قلتوا جربتوا بالحقيقه، و والله نعط لكم شعارنا على مستوى المحلي دار اللي مترشحين ينعتوا لكم الشعار، والله الحاله اللي لها تزول به، احنا بعد على مستوى الوطني شعارنا يا هو الخيل، الخيل اسود لا يجونا لا يجيكم كل لائحه وطنيه لا يجيكم في شعارنا الخيل، ولا يتخاف مع هذا الاخر كامل. سمعت هذا واللي ندوركم تصوتون وجايين طالبينها منكم، انا اليوم هاي جايه من البلد من كوبوني والفلانيه والطنطان اللي في الضواحي قاعده الجبانيه اللي في طالبين منكم انتم واللي اليوم على مستوى كيفا على انكم تعطونا حمله على هذه الدواحي ونهار الزرق مولي نجبروا نتيجه على مستوى كيفا، وشاكركم مولي مره اخرى.